نهاية عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عناية عز الدين، احتفلت جمعية إنماء شحور الاجتماعية بحفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري وفاءً لأعضائها المؤسسين بحضور فعاليات سياسية واجتماعية وحشد من أبناء البلدة. وقد أكدت عز الدين أهمية الحفاظ على الإرث الاجتماعي. التمسك بكل من الإنسانية الراقية والعمل على توعية الأجيال الناشئة حول تلك المخاطر التي تدس عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ويروج لها بوسائل حديثة مختلفة، وللأسف هناك من يتبنى ويلاقي هذه الاتجاهات. كما كانت كلمة باسم جمعية إنماء شحور ألقاها أحمد عاصي. تولوا معالجة أمور المدرسة الرسمية وصولا إلى تأسيس متوسطة رسمية وثانوية رسمية في بلدتنا ترخيصا وبناء. وفي الختام تمت إزاحة الستار عن النصب التذكاري.